عطيتني بن حسان. لا لا، علاش انت وماشي انا؟ فهمتيني؟ بحال اللي قلتي كنتو كتلعبوا بجوجكم في نفس الكور وانت وليتي الفوق. راه هادشي اللي قلت عاد دابا، راه الهضره اللي قلتها انت رجعتي، احنا رجعنا لها. راه اللي كيزرع كيحصد، راه اللي كيزرع كيحصد، راه ماشي كيف. علاش انت واش دابا انايا مني غادي مثلا شي واحد اللي هو حساد كذا، واش انا الحل ديال الحساد شنو هو؟ هو يولي قدك ولا يكون احسن منك، ياك ولا لا؟ واش انا غنمشي نخدم ليه في بلاصتو باش يولي احسن مني؟ راه فاش تنقولك راه اللي بغا يحسد خاصو يزرع. ما صاحبي خدم ضرب شمال صاحبي، شحال عنده بنادم يبدا يقول لي نعاه ولا وصافي، وداك الشيء ديال تاليف قصاص انا ما بغيتش ندخل في شي ديطاي، حيت راه نقول لك شي حوايج شي خبايا والله تبقى كضحك بالرب العلي الاله. راه شي لعيبات راه تدخل فيهم راه يتصطاب الضحك يا هشام، ورب بالرب العالي يا صاحبي. راه كنعاودهم للناس مثلا، الناس اللي في الانتوراج ديالي تيقول لك مالك زعما شنو هادشي، ملي كتشرح ليه تيشد كرشو بالضحك اصاحبي، فهمتيني؟ الى شي حاجه يقول لك هاد الناس انا باش اديشهم، كل واحد يخرج يقول لك باش اديشك، السلام عليكم باش اديشك، عايرتك ضربتك درت لك شي حاجه، ما درت لك شي حاجه اصلا، يعني ما كاينش حس الاذى. ولا انا وياك شركنا الطعام وغتنوض تبدا تعاير فيا باش تجمع لي زابوني، ماشي فعال، ماشي خصايل الرجال هادو اشياء، فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ فهمتك وانا الا لاحظتوا راه الناس اللي كيتبعوا شي، راه عمرني هضرت على شي واحد ولا عمرني زعما سبيت شي واحد، قدر بعض المرات تي اتاكيني بنادم جونتيمو تنجاوبو انا جونتيمو، وهذا الشيء راه في اطار المساعده، راه ما راه في استطاعتي ندير ديك فيو كبيره ويبقى بنادم يبان بحال الحمار كيضرب بوحدو، فهمتيني؟ كي تقول مادام طن اجي نجاوبو باش الدور لي شويه الرياكتيفيتي في الكونت انستغرام ديالو ويتحرك، لا لا وعسى، يعني بنادم واخا ما عندكش معاك، بنادم واخا ما عندوش معاك ولا ما عندكش معاك، راه كتمنى ليه الخير وكتمنى ليه الخير. هذا الشيء علاش الله سبحانه وتعالى عرفتي رزقك بالخير، هذا هو اللي كاين. والله الا البارح دخلت قريت الميساجات اكثريه بوزيتيف، تيقول لك زكريا ما ديش على هذا الشيء اللي واقع كذا، حيت هذه كتسمى حق راه هشام باش نجيك من الاخر. ولا شوف هي باش يتبعك بنادم بجنابه وكذا، هذا ماشي فعال. انا نقول ما عجبونيش، بلاتي ندوزو انا شوف دابا ندوزو في انترنت. دابا انت تبارك الله كتريني، تبارك الله اللهم بارك اخي هشام، لنفرض واحد سبعه ولا 10 ولا 50 واحد كيتريني وانت ما كنتي كتعرفهم ولا ما كنتيش كتعرفهم، من نوض بدو يعيروا فيك، ما بينك وبينهم والو اصلا، واش ما يبقاش فيك الحال؟ او راه نورمال غادي يبقى فيك الحال. سامع على الهريسه صاحبي كندوز لبنا ما ندوش لهم مرحبا. لا صاحبي لا، ماشي هكا ماشي هكا ماشي هكا ماشي هكا تيحلوا المشاكل. شوف خويا البنج، انا شوف انا مورو ما تنعرفوش اون بيرسون، انا الدراري تيعرفوه كيقول لك مورو الرجوله بخير كذا، هذيك انت تنعرفك انت الرجوله، ما بغيتكمش المضره لا انت لا هو، نبغيكم تكونوا بخير، نبغيكم فهمتي، حتى لا ما عندكش معاه وما عندوش معاك، كل واحد في قارو عنده وتبقاو زوينين، هو يخدم على الموسيقى ديالو والكارير ديالو، باش تخدم على الموسيقى ديالك والكارير ديالك، نبغي نشوفكم بجوج فيكم مزيان، فهمتيني؟ انا هادشي اللي كيعجبني، نبغي نشوف ولاد البلاد، انت ولد البلاد هو ولد البلاد، انتوما كتبريزونتي واحد لا كونتيتي، واحد فهمتي، واحد البيئه من المجتمع ديال لي جون، كتعبروا لهم على الارض ديالهم وعلى داكشي ديالهم بالموسيقى، نبغيكم انت تعطي الستيل ديالك وهو يعطيك الستيل ديالو. والله يشوف اخويا هشام، الله يسهل على الجميع، انا راه تنتمنى الخير لكلشي قسما بالله، وربي تيرزق لكل واحد على قد نيته. السلام عليكم. انا اللي كنت درت شي حاجه وكنستاهل العقوبه ديالها مرحبا، وبنادم اللي دار معايا شي حاجه وكيستاهل العقوبه ديالها تا هو مرحبا. شوف انا ما عرفتش شنو قلت لك، شوف انا ما عرفتش شنو بيناتكم، انا غير قلت لك، ولكن باش يتبعك عاوتاني لو كنتي واحد راه ما يمكنش، راه انا هشام راه ماشي فايل، هذا ماشي فايل. حيت شوف دابا انا نقول لك شنو كاع لي نفرض، هما تبعوك وحدين بجناوه، شنو غيضربوك غيقتلوك شنو زعما، واش هادو السالمه راه ما ضربت بينهم ولا قاتل ولا قتلك، راه تتسنى لحد ديال المشاكل. وانت فينا هو المشكل اصاحبي؟ شوف لا متيش موت راجل ما كاينش مشكل، ولكن تموت علاش خربيق على حشومه اصاحبي؟ علاش انا نوريك، صبر صبر ماشي تقرق نشوفو شوفو، راه الفيديو كاين نقدر يكون مليح فيه، ما عرفتي شنو هي واحد النيفو صاحبي ديال باش هنا نجبد لك الفيديو وقول لي واش هادي، واش هادي فريمو، واش هادي فريمو، واش شي كيدار ايش
انت عندك بيبليك ديالك، هو عنده بيبليك ديالو، كاين اللي كيعجبو مورو، كاين اللي كيعجبو البلج، ولا شنو تيعجبو، هادشي ماشي عادي، حنا كنحترموا الاراء ديال اي واحد. هشام ما كتحملنيش هادشي راه ماشي هو المشكل، هذا المشكل، المشكل راه ماشي هو هذا، المشكل راه ماشي هو هذا. بلاشي 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 بلاشي، طق 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 طق، لقيت شي حاجة هنايا بعدا. بلاشي غنجبد لك نوريك الفيديو وكذا وكادي. دابا انا خرجت انا من لابليكاسيون ديال الانستغرام، هاي تقطع اللايف هاي تقطع الله. ياك. واخا غندير واحد اللعيبة، غندخل غير من هنايا. عندك تليفون اخر عندي تليفون اخر ادخل به. ندخل به اللايف جوا. لا سما تليفون اخر ادخل جبد منه. واخا صبر صبر، انا نخرج من اللايف انا، ولكن نخرج لا من اخر اللايف شي غيمشي اللايف، اخر شي غيمشي اللايف ولكن دابا حيت اللعيبات عندي في التليفون انا. وصافي خليهم تنسالي وصيفطهم لي، تتسالي وصيفطهم لي. انا نصيفط لك هذاك الشيء وقول لي واش انا ظالم ولا مظلوم. اصح شوف المهم، شوف انا اللي كنقول لك، انا مورو ما تنعرفوش ولا كان كيشوف اللايف ولا شي حاجه، نبغي انا هاد اللعيبات هادو فهمتيني تبقى في اطار الموسيقى، يبقى في ديك التحدي الزويون ديال الارتستيك. عندك شي كلاشات، عندك شي لعبه، مرحبا بها، معطي البنادم هذاك ديك شي كلاشات والتحديات في الدومين، مرحبا. اللي عنده شي حاجه يجبد على اللي شنو عنده، اللي عنده شي موسيقى يحطها، اللي عنده شي كلاشات، اللي عنده شي تراكات، اللي عنده شي لعيبات يحطها مزيان، برافو. هادشي كيطلع النيفو، كيطلع حتى النيفو ديال بنادم. شتي المعانده مزيانه، تيقول لك عنده ما تحسدش، الا كانت المعانده مزيانه برافو. اما باش يبقاو بنادم ينوض صداع على والو، واخا يكون شنو ما بغى يوقع كاع، شنو ما بغى يوقع كاع، ما يوصلش بنادم للجناوه ولا البساله ولا هادي ولا هادي. انا بغيت بنادم داكشي يبقى نقيقي، يبقى داكشي ارتستيك، يبقى داكشي زويون ترونكيل، كلش احتقارو، ما عنديش معاك انت احتقاري، ما عندكش معايا احتقارك، وصافي كله يبقى ترونكيل. واش فهمتي؟ نتمنى ان شاء الله لك هذا الشيء يتفراو. لا لا، ان شاء الله كل شيء غادي يتفرى في اقرب وقت، مش كون واقعي انا ما كل نمشي ديك الوقيته الزوينين اللي دازين فيك شي حوايج خايبين. واش فهمتي؟ بعد ما نشوف شي حوايج خايبين البن. اسمع اسمع اسمع، ينوض بنادم يسب لي امي انا بالطريقه هذه، وتبعوني جوقه في طوموبيل، احق الله يسامح. لا شيرين ديكلاري، انا لبيت لك غير الطلب ديالك، درت معاك المزيان. يلا فين هو المشكل ونشوف. بس هادشي كيضر في الخاطر هشام بالله والله. انا امي شاريها من القريعه. هشام راه الله يرحمها، راه عزيزه عليا، راه هي اللي ولداتني اصاحبي. راني عارف بالي ما يبقاش فيا الحال، ما يمكنش اصاحبي. بنادم عارف شحال عزيزه عليك الوالده ديالك انت، هي خصوصا الوالده اللي عندك. بنادم يفكر باللوجيك ديالو، وهادشي مالو تيدير واحد الموجه كبيره لواحد البجاغط اللي غيبداو يتصرعوا عليك حتى هما بسبب هادشي. فهمتي شنو هو الفيلم؟ إذا أخويا يجيب الضرب بيد من حديد. السلام عليكم. بحال شفرتي بانكم مشيتي عند القاضي قلتي لي اسمح لي راك معصب. هادشي شوف شتي اخي البنج، هادشي والله تا هادشي شي سي اونتي والله، كيضر في الخاطر وحق الله. شوف غنقول لك هشام، يقدر يكون عندي مشكل مع شي واحد، تحيمرت تعصبت توضرت، غنمشي عندو نعايرو ولا نقصدو هو نضارب معاه، ياك نتحمل المسؤوليه القانونيه. ولكن باش نجمع واحد الجوقه نشد موس
ياك ونمشي ونقلب على واحد بلان باش نضربو، ومنين ما نشدوش نقول على الاقل ما شديتوش اجي ندير ليه فيديو نصوره هربان باش نبان انا سوا ديزون زعما جبان العامه. شوف شي انا اصلا شنو بان لي راه هادشي اللي كاين، هما راه ما ناويين لا يضربوك لا والو، ما باغيين يديروا. هشام هشام ماشي مشكل، انا ملي غنسمعوا الاقوال ديالهم نعرفوا واش كانوا ناويين يضربوا ولا لا. والله الشاشه اللي بان لي ما كاين لا ضرب لا والو، باغيين يديروا في ديك اللعيبه ديال زعما هو هذا وكذا. واشناهي؟ اه باغي يديروا فيديو. اشناهي هاد اللعيبه ديال ان دابا اللي فرض وقفتي كاع البنج، اللي فرض وقفتي واش غيقطعوك؟ واش كاين السيبه البنج؟ ودابا زعما شوف هشام، شوفوني في الدومين ديالي. شوف شوف قسما بالله غنعتبر راسي اكبر حمار في الكره الارضيه. شوف انا جيت اسمعني اسمعني، طيب شنو بغيت نقول لك؟ شوف هذا الدومين في الدومين ديالي، وشوف شي واحد كيشتي حد كيقتلو كيقطعو طراف كيمسح اثار الجريمه ما كيخلي والو، وكيجبدوه بخطرات بزغبه كيجبدوه بكذا. الروح عزيزه عند الله صاحبي، الروح عزيزه عند الله. ماشي شوف الروح عزيزه عند الله. عرفوا شكون هما؟ شوف راه اربعه ولا خمسه راه تكوين عصابه اجراميه. شوف شوف الطريقه راه 8 ولا 10 سنين ديال الحبس. الطريقه حنا هادشي ما بغيناش نبقاو نوصلوا له. الدراري الله يرحم لكم الوالدين، الطريقه هذا ما صافي امشي شويه تنقص دماغه صافي. خليني نقول لك واحد القضيه، اكثر واحد عزيز عليه السلم والسلامه تخوف واش مثلا واحد الحاجه، ولكن الانسان يجي وتطفل عليه وليش كان قبيله ولا ما عرفتش اسمي قبيله داز واحد حل الجاج، وانا نشوف فيه بحال ما كان ويسب معاهم حتى هو، ويزيد في الوقيشه ديال الفطور حدا فين جالس انا يا سواديزم. واش انا بنادم غيجي راه شوف 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 البنج اي هضره قلتيها على حسب هضرتك اللي كتقول نتايا اي حاجه من حقك. انا شوف ما بغيت اي حاجه انا ما بغيت نهدد حتى شي واحد، ما بغيت نقول شي واحد راه غنقتلك، ما بغيت نقول حتى شي واحد شي حاجه. انا واحد الانسان غنتبع على بروسيدور جديد، ولكن ان شاء الله شي غيتفرى غيتفرى ان شاء الله غيتفرى. شوف نقول لك واحد القضيه، غيتفرى وخص يكون كل شيء راضي غيتفرى وان شاء الله تصفر الخواطر البنج. انا عارف انت رجوله في الاخر انا عارف دونك راه شوف راه النمله وفيها النفس، النمله وفيها النفس. لا ما يحشمش صاحبي، شوف اديتيني راه راح الله يشوف شو ماشي ما كيتداش. لا لا ماشي راه حشم ما كيتداش ان شاء الله ان شاء الله نهائيا. سيرتو صاحبي بنادم مشارك معاك الطعام مشارك معاك كذا وكذا، يعني هذا الشيء ما بقاتش عنده، ما بقاتش عنده فوالا هذا الشيء. واش فهمتي؟ انا كي تنقول لك واحد الوقيته كنتوا صحاب شاركتوا الطعام دوزتوا وقيته زوينه كذا، هذه ما خاصش بنادم ينسى هذا الشيء. واش فهمتي؟ حتى لا حتى لو وقعوا شي حوايج اللي خايبين الزوين كيغطى على الخايب. حنا ديما الشيء اللي فينا خايب ديما كنبقاو نشوفوا الحاجه الخايبه، نشوفوا شويه الايجابيات نشوفوا الحاجه الزوينه نغطي شي نضرب شي. واش فهمتي؟ راه تيقول لك كيوقعوا تنازلات في اكبر العائلات، ان شاء الله نتمنوا هذا الشيء غادي نلقاو له شي حل، ما يبقاش هادشي اختي ان شاء الله ان شاء الله ما يبقاش هادشي. الامور تطور تولي المحسن، ولا عنده شي حاجه يحطها في الدومين ديالو. شوف انا ما عنديش مشكل، هادشي دايرو بنادم باش يربح بيه لي زابوني الصاد، وراه هادشي اللي كاين. واش تنقول لك انايا راه تنقول لك شوف وربحوا بيه لي زابوني ياك، وطاشوا لي شويه التصويره من الجنب، يعني الصوره ديالي طاشات شويه من الجنب، حيت كاين واحد اللي ما تيفكرش بعقله، كاين اللي تيفكر من الجوارح ديالو، كاين اللي غيقدر يشوف كيقول هذا واقيلا راه خايف، كل واحد كيفاش غيفكر، ياك؟ انا الصوره ديالي توسخات بواحد الطريقه، وهما خداو لافون داك الشيء اللي بغاو ياخذوه، اذا انت انا غنعرف كيفاش ناخذ داك الشيء اللي باغي ناخذ. السلام عليكم. وإذا ظلمت شي واحد فهمت فهمتني فهمت، انا اللي كتفكر فيها اللي كتفكر فيها راه فهمت. اسمح لي لك ديالي اخيرا فهمتيني يا شيرين؟ انا راه كنفكر فيه راه وصلني 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 الفكره ديالك وصلتني وصلتني. عرفت شنو باغي دير؟ راه ما يمكنش. عرفت شنو باغي دير؟ ما يمكنش. تا غنسالي وتا غنسالي والله فهمتك شنو باغي دير، عرفتك شنو باغي دير.
صافي السلام عليكم. ما نعرفش شنو بغيت. هذاك الشيء اللي كاين. الميساج ديالك وصلني. انا ما عنديش مشكل، بالعكس كنتمنى الخير لكل شيء، وما بغيت حتى شي واحد يتأذى، والله يسهل على الجميع، ولكن كيبقى حق ديال الكرامة ديالك عليك، ولا كيبقى حق ديال والديك كيف ما ربنا. ونتمنى شوف، نتمنى الدراري شوف، لا مورو ولا الدراري لا اي واحد، نتمنى واش يتحبس هنا الدراري. الله يرحم لكم الوالدين. بغيت الميساج يوصل، بغيت يتحبس هنايا، وبغيت فهمتي تكونسونطر على الدومين ديال الارتيستيك، على الدومين ديال الراب، على الدومين ديال الفن، ماشي دومين تكونسونطر فيه. الدراري ما تخرجوش على الدومين، ديما خليكم في الدومين اللي انتم فيه، اللي في السبور يبقى في السبور، اللي في الموسيقى يبقى في الموسيقى، اللي في الرسم يبقى، المهم اللي في شي حاجه يبقى فيها. الله يرحم الوالدين الدراري. نتمنى هذا الشيء يحبس هنا، ما يزيدش ما يزيدش، نتمنى هذا الشيء ما يزيدش. ما كاينش مشكل، واي واحد جاتو شي حاجه يفارع معاه برجوله وصافي، هذا الشيء اللي كاين. فهمتيني يا شير؟ نتمنى واخا البنت يتحبس هنايا. شوف بغيتي من الاخر، ما عجبنيش الحال في هادشي اللي وقع كامل، وما مصروطاش ليه باش نجيك الصراحه. راني عرفت حسيت بيه، باش يتبعوك ثاني يتبعوني شي وحدين، ما عجبنيش الحال. نورمال من حلاق من حلاق، حيت هادشي ماشي في عين الرجال، ماشي في عين ديال الرجال. المهم انا عيت نوصل. شوف انا دابا هادشي، شوف انا ما كنهضرش على اللي دار، اللي دار راه دار، ما كنهضر على اللي جاي. بنادم عندك معاه كاع مشكل. كنتمنى هادشي يتحبس، كنتمنى هادشي يتحبس ما يتزادش صافي. كل شيء تلقى روحه عنده بنادم. اسمع بنادم عندك معاه المشكل وتفضل على فيا ان شاء الله. يجيك هو، يجيك هو ويهضر معاك راجل. علاش غنصيفط لك انا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 5؟ علاش؟ اش كتعني هاد اللعيبه هادي؟ يلا اش كتعني هاد اللعيبه؟ بنادم انا ما تنعرفوش واقف عليه، اش كتعني؟ فهمتك. واش فهمتي اش بغيت نقول لك؟ هذا شي تسمى غدر، قلت الرجوله هذه يا اخويا. فهمتيني اش بغيت نشرح لك؟ فهمتك فهمتك. انا راه متفق. شوف داكشي اللي كامل كتقول متفق معاك فيه 100%. ما اي واحد غيكون بلا كره ما غاديش يجبو الحال، وغيحس بالحضره. انا كنت كنوقع، غيحس بالمغيبه يبقاو بحال بنادم. انا كنت كنوقع. شوف شوف شوف، كنوقع خرجت كنت كنقول لبنان واحد اللعيبه ديال صيفط لي اللوكاليزاسيون. عين عين اخويا، واحد النقطه نبلش. اسمح لي اسمح لي، شي وحدين كيقول لك مسكين ولا خايف. اسمع نشرح لك واحد الحاجه، هاد تبيع العجل ديالكم راه ما مزيانش. شنو بغيتي؟ الجنويه يمشي يضارب؟ كيأثرش فيا داكشي يا هشام ديال مسكين ولا خايف؟ لا 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 لا، انا كنوصل لهم ميساج. دابا انت كتقول لهم واش ولا خايف؟ شنو بغيتي يدير؟ يهز كلاش يمشي يضارب معاهم؟ ولا شنو الجنويه يمشي يتشاير معاهم؟ باغفوا بعض المرات يا هشام تيخصك تسمح في شي حوايج باش تربح شي حوايج اخرين. فهمتيني الصاد؟ كاين كل واحد، خلي كل واحد يبقى يقول. اهم حاجه بالنسبه حتى للدراري اللي كيتفرجوا في هذا اللايف والدريات، ما يبقاش ياثر فيك لامباكت ولا ديك الهضره اللي تيقولوا الناس، ما تبقاش تاثر فيك. شوف انت ديما اقراها بعقلك. انا ما كنسالك. شوف لاباج ديالي شحال فيها؟ انا لاباج ديالي راه فيها مليون اخي. شحال ديال الميساجات؟ ما كنتسوقش حتى انا. واش نبقى نتبع لي كومونتير انايا؟ فكر بعقلو عاش. واش نبقى نتبع لي كومونتير؟ وكتلقى بهم مضاربين مع راسي، تلقى بهم مضاربين مع راسو. هذا يجي عندي انايا. هادشي نورمال. حنا بغينا ان شاء الله نتمناو هادشي يحبس ما يزيدش. ستوب. شوف غنقول لك واحد القضيه اخويا هشام، مزيان انا ندير معك واحد الحل زوين. دابا بنادم دار الغلط، دار غلط كبير ياك. بنادم ملي غادي يجي وغادي يخلص هذاك الشيء اللي دار ديال الغلط، ملي غادي يتحل هذاك المشكل، ديك الساعه نقدروا نجلسوا ونتسامحوا ونجلسوا اطاب لافي كان كرون بليزير. اما انا دابا قلت فهمت شنو باغي دير. انا فهمت دابا انا خاسر في لافير، فهمتيني؟ خاسر في لافير. من هب ودب ولا شي فهمتيني تيسبني في كومونتيرات، من هب ودب ولا شي يدخل يدير لايف ويبدا يشق فيا، من هب ودب ولا شي يسب لي المرحوم الله يرحمه ويرحم كاع المسلمين اجمعين. يعني راه حشومه هذا الشيء، فهمتي اش بغيت نقول لك؟ صافي السلام عليكم. عطاتك نفسك انك دير واحد الغلط مع واحد الانسان ما بينك وبينه حتى شي حاجه. اوكي هذاك اللي بينه وبينه نقدر نتسامح انا وياه، اللي غلطت معاه وغلطت معاه، انت ما بيني وبينك والو ما غنسمحش لك. سوى البنج
مع شكون اللي كيعيط ليا في النورمال عشيري غنسالي واحد اللايف هذا وصلاه وسلام على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب المهم العالمين. نولي نعاود نصيفط هذا الميساج قبل ما نقطع. والله الله يرحم لكم الوالدين الدراري، نتمنى هذا الشيء ستوب هنايا. الله يرحم الوالدين كلها يشتقاروا ووصلوا هذه الرساله للمور، وان شاء الله نهضروا انا وياه ونفريوا هذا الشيء نشوفوا له شي حل ان شاء الله ما يكون غير خير. البنج راه ولد الناس ورجوله، راه اللي ما تيعرفوش وصافي، فما تشوفوش في السوشيال ميديا عرفوه في الواقع، راه الرجوله ديال بصح، شوف الرجوله ديال بصح ان شاء الله. شوف شوف ان شاء الله تشوفوهم بجوج ان شاء الله، هما هذوك خوت خوت ان شاء الله. شنو نقول لك على القضيه اخويا هشام؟ والله هشام قسما بالله حتى في القلب ديالي ما كايناش ذره وحده ديال الحقد، فهمتيني؟ صافي تنشوف بنادم بحال كاين شي وحدين اللي فاتوا معايا، ما كنهضرش على شخص واحد، راه كنهضر على شي 12 ولا 16 واحد، راه تنسالي ونصيفط لك الفيديوهات ونصيفط لك. شوف ديك 16 كاملين غنجيبوهم ونقطعوا الخواطر وغادي نفريوها كاملين، راه حنا غير رجال بعضيين. مورا منين يدوزو من لاديسيون وصال ضروري بنادم يخلص على الغلط. شوف شوف انا معاك كان واعدك، شوف شكون هاد كان واعدك اخويا، انا كان رجع الغلط كيوقع عادي، كان واعدك الغلط كيوقع، كون كان واعدك اقصى ظروف التخفيف، ولكن اخويا بنادم اخويا بنادم اخويا حشومه 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 ضميري يضرني، واش فهمتي اش بغيت نشرح؟ واخا شوف الله يدير اللي فيها الخير ان شاء الله. نهضر مع مور وبعد نشوف هاد الحريره شنو فيها ونفريو هاد الشيء بعدا، ولا كان شي واحد بينك وبين شي لعبه اخرى بينك وبينه هذاك عاوتاني خويا. نقول لك واحد القضيه، ملي غنسالي وانا وياك هاد اللايف هادو وغنصيفط لك دوك الفيديوهات اللي عندي وداك الشيء كامل اللي مجموع، واعطيني الراي ديالك انت المحايد مزيان. هاد انا راه وريتيني فيديو واحد راه ما عجبنيش الحال، واش شنو انت غادي تبان يقولوا لي وقف ما توقف وقاف وتيسبولك في والديك وكذا، وكاين اللي تيجي تيوقف حتى هو شي حاجه في انستغرام تيبدا يسبلك في والديك، وكاين اللي قريتي غير حسنات ودرتي معاه الخير في 2016 ولا 2017 حتى هو ولا كيسبك في 2020، وكاين اللي كدير معاه المزيان تيردوا لك بوم زوي. واش الناس زعما بغاو يحقدونا نوليو حاقدين زعما ما بقاوش نديروا مزيان مع الناس؟ لا انا راه ما غنتبدلش، غنبقى ديما كنتعامل مع بنادم وبالرجوله، هذا الشيء هو اللي غادي نبقى فيه، واللي غيدير معايا الغلط غادي يخلص على حساب الغلط اللي دار، واللي درت معاه الغلط حتى انا الدراري مستعد نخلص ليه، كاينش مشكل مزيان الدري اللعيبه. انا اللي الميساج اللي غنوصل بغيت هادشي تستوب هنايا، ما بغيتش شي حاجه خطره نسمع شي حاجه تزادات ولا شي حاجه درتها، راه احسن حاجه درتها هي الله يرحم الوالدين. شوف ماشي مورو ولا الدراري اللي كيكونوا معاه ولا هادشي اللي وقع لهم مشكل مع هادو كاع اللي وقع لهم مشكل مع البنج، الله يرحم لكم الوالدين هادشي تستوب هنايا. حنا راه شوف حنا راه هما اي واحد يخرج عيني ديال هاد البلاد هادي. شوف شوف حيد عليا من لغه الخشاب وداك الشيء ديال راه اي واحد تيخرج عيني تيدخل الكوميساريه تيولي ضريف. راه نورم راه تهضر معايا باش يتستوب، باش يتستوب تهضر معايا في الدوميني باش يتستوب.